مرحبا. بالفيديوهات السابقة أنا ورجيتكم كيف نعمل بدء تخمير طبيعي من الصفر، فهي طريقة بعد ما يكون خلصنا، يعني صار عنا بدء تخمير جاهز ونشط، فبالتالي نحن لازم نغذيه كل يوم مرتين أو ثلاث مرات، أو مرة إذا ما بدكم تخبزوه، لأنه لازم يكون كمية الخميرة الطبيعية والبكتيريا يعني عم بتغذوا كل يوم مشان يكون نشطين ويمكن يرفعوا الخبز. فبالتالي عنا هلأ بدء التخمير بعد ما اختمر وصار له يوم، بحاجة إلى غذاء. قوامه طبعا سائل جدا بسبب البكتيريا النافعة، طبعا البكتيريا اللبنية، وهلا لازم نغذيه. فالطريقة انه نغذيه، نرمي 25 تقريبا او 50 جرام بالاحرى، 50 جرام منه بنخلي منه 50 جرام، هي تقريبا 100 جرام. هون احنا لازم نحافظ على كمية 100 جرام يعني كبدء تخمير. فنحن بشيل منه نصه، يعني 50 جرام، وبنغذيه ب 25 جرام مي و 25 جرام طحين، بالتالي بنرجعه ل 100 مره ثانيه. والا اذا ضلينا نغذيه مثل ما هو بطحين ومي طحين ومي، بصير عندنا كميه كثير كبيره ما بنعرف شو بدنا نعمل فيها، وبنضطر نرمي منها. فبالتالي بنخلي الكميه للحد الادنى اللي هو 100 جرام. انا بخليها دائما، وانا بعملها نظريا، يعني ما احيانا ما بضطر اوزن، بس مشان اورجيكم كيف بيتم عمليه الوزن راح اجيب ميزان وارجيكم نحط طبعا نصفرها للصفر، وبعدين نرمي نص الكمية يصير عنا 50 جرام. هي ضل 50 جرام مثل ما بتشوفوا هون، تقريبا 50 جرام ضل. فبالتالي راح اغذي هذه الكميه، هاي لنص الكميه اللي ضليت اغذيها بمي وطحين، اغذيها 25 جرام مي و25 جرام طحين. نصفر هاي، تقريبا هاي 25 جرام مي مثل ما بتشوفوا، يعني تقريبا غمر ضعف كميه الخميرة الطبيعية، يعني فوق مستوى الخميرة الطبيعية على مرة ضعفها إذا بدكم تشوفوا بالنظر. يعني بنحركها جيدا، بعدين بنصفر العداد مرة ثانية ونحط، يعني هلا خلص صار طحين أبيض. أنا بفضل تدريجيا يكون من الأسمر، انتقال من الأسمر للأبيض بالتدريج، لأنه الخميرة الطبيعية والبكتيريا لسه ما تعودت بعد على طحين الأبيض. فبنغذيها ربع طحين أبيض والباقي أسمر، بالتدريج بنحول هيدي النسبة ل 100% أبيض، بأنه نزود كمية الأبيض شوي شوي، بدل ما تكون ربع بتصير نص، بعدين بتصير كله أبيض. هلا أنا عديت هالمرحلة وخلصت، يعني هلا أنا عم غذيها بس أبيض. هي ملعقة، ويعني إذا بدكم نظريا بتصير ملعقتين طعام طحين، بتصير حوالي تقريبا 25 او 30، يعني قريب. يعني بنحرك المزيج، هلا المزيج حيصير رطب وسائل، حيرجع مثل قوامه مره ثانيه. نحركه منيح، بنترك اي طحين مدب، يعني نكون متاكد انه الخليط كله متجانس مره ثانيه. طبعا انا دائما بنظف الجوانب مشان ما تنشف وتعمل عفن، لانه مع الوقت ممكن هدول على الاطراف ينشفوا ويبلش العفن يطلع، فبالتالي انا هذا شيء غير مرغوب فيه. حتى انا بنظف الجوانب يعني باصبعي بس لخلص. هذا هو تقريبا،
وبحط عليه انا يا غطاء يكون مشقوق، لانه هاي الاختمار حيطلع وحيوصل لفوق، وممكن حتى يطلع برا الكباية او برا الوعاء. فنحن انا بحط الشغلة، ممكن اخرمها بالنص بدبوس او بسكينة، وبعدين بسكن عليها الغطاء او جيب مغيط او شيء وبسكن عليها منيح. فبالتالي بتركها هي تختمر تقريبا من 5 ساعات لـ 8 ساعات. درجة حرارة، اذا كان درجة حرارة الغرفة دافئة بدها تقريبا بين 4 و5 ساعات تتراوح، واذا كانت درجة حرارة الغرفة عادية مستقرة 25 او 24 ممكن تاخذ حوالي 7 ساعات او 8 ساعات حد اقصى يعني. وبهالشكل بصير لازم نغذيها، اذا كل 8 ساعات او 7 ساعات او حتى 6 ساعات بصير تحتاج لتغذية كل 3 مرات باليوم. طبعا هذا ممكن صعب على بعض الناس، فممكن نحطها بالبراد بعد ما نغذيها. طبعا بعد ما نغذيها بطحين ومي، يعني هالمرحلة هاي نحن اليوم ما بدنا نخبز او بكرة، نحطها بالبراد منطلعها تاني يوم منغذيها مرة تانية، لازم نتأكد انه هي نشطة مرة تانية، بعدين منحطها بالخبز اذا الله راد، بنعمل فيها عجين. فهي الطريقة لانه نغذي الخميرة الطبيعية تاعتنا ونحافظ عليها. مثل ما قلت لكم اذا ما بدنا نستخدمها بنحطها بالبراد ومرجع منطلعها منغذيها مشان مرة تانية نعمل فيها خبز. وشكرا.